supporting connective tissue اللي هو يضمن cartilage والbones. okay, اللي هنا راح نتكلم عنهن are the type of supporting connective tissue because they form strong durable framework that protects and supports the soft body tissue. okay, اللي هو بكل بساطة انه cartilage والbones هن عبارة عن نسيج ضام مساعد اللي راح ليش لأنهن راح يكونن strong durable framework اللي هو أطار كلش قوي يحمي ال soft body tissue اللي هي ال شو اسمهن ال الأنسجة اللي تكون soft اللي تكون رخوة أو هيك شيء. أوكي أول شيء راح ناخذ ال cartilage اللي هو فقط راح ناخذ cartilage وراح بعدها ناخذ اللي هو clinical وثم بعدها ناخذ البونز بغير محاضرة لأن بها واي حاجة. هناك consist of cell called chondrocyte اللي هي الخلايا الغضروفية and extensive extracellular matrix. okay, إنه تحتوي على نسبة كلش عالية من extracellular matrix. okay, composed of fibers and اللي هي تكون gel-like or ground substance اللي تكون gel-like. okay, contain chondration sulfates اللي هي rubbery components of the ground substance. هي المادة المطاطة الموجودة بال ground substance اللي هي chondrate and sulfate. okay, يعني هذا هنا موضح الدكتورة شنو هي. يحتوي على ثلاث أنواع. there are three type of the cartilage اللي هو hyaline cartilage و elastic cartilage و fibrocartilage. okay, هاي بالنسبة لل supporting connective tissue. تكلمنا عن المقدمة وهسه راح ندرسهن بالتفصيل هذين الثلاث أشياء وندرس functional location. okay, it's the structure of my hyaline cartilage. okay, اللي هي the firm solid and rich tissue with a limited pliability. okay, pliability اللي هو شنو قصدي هنا انه راح ينطي صلابة وشكل وراح ينطي كذلك قوة او متانة للتشو للنسيج مع حركة محدودة او limited pliability. okay, او مرونة محدودة. okay, بكل بساطة راح يوفر provide structural support. okay, rigidity. okay, متانة and protection حماية to soft tissue للخلايا اللي تكون soft. okay, and the vincent provide low friction. okay, اما بالنسبه للخلايا اللي هي تكون قريبه منها. okay, مثل هنا انا ويت مثل هنا انا نسيج وهنا نسيج وهنا نسيج. هذا بكل بساطه هو راح يكون بيناتهم اللي هو راح شو يسوي راح يسوي provide low friction راح يكون الفراكشن لو اللي هو الاحتكاك اللي هنا الجوينت بكل بساطه. اوكي سيرفيس اللي هي لو فراكشن جوينت سيرفيس اند ديستريبيوت فورس راح يوزع القوه المسلطه. اوكي اللوكيشن بالكوستال كارتليج. اوكي والارتيكولار سيرفيس اللي هي السطوح التمفصليه والغضاريف والابيفيزيال بليت اللي هي صفائح النمو وبالنوز الأنف. هاي بالنسبة للوكيشن مال الهيالين كارتليج. اوكي نجي على الكوندروسايت او الخلايا الموجودة. طبعا هي يحتوي على كوندروسايت و اكستراسيلر ماتريكس اللي تكون اوفويد سيل اللي هي تكون بيضاوية الشكل with eccentric round nuclei located انه هي تكون النواة شلون نقول يعني متعدد اشكال او هيتش او غريبة او هيتش فهي هاي معناها حسب اللي أنا فهمته يعني يعني هذا شكل النواة هو يكون eccentric round nuclei يعني تكون متعددة الأشكال أو هيك شيء. أوكي موجودة بمكان أو شيء اسمه لكنة. أوكي لكنة هاي اللي هي دكتورة ركزت عليها قالت تحفظونه إنه إذا أجيب لكم سؤال شنها لكنة. أوكي هي تقول a small space fairly evenly spaced انه هو يعني فراغ صغير يكون متباعد او
موزع بشكل متوازن متساوي، يعني ما موجود بشكل يعني مثلا هنا واحدة وهنا واحدة وهنا، لا يكون بأماكن متباعدة بشكل أو بصورة متساوية. هي حسب الفانكشن هنا هي الهاوس مع الكوندروسايت، انه هي بيوت الكوندروسايت، يعني هي الوظيفة ما اختصرت هذا كل الكلام، انه هي بيوت او مكان للكوندروسايت، خلايا الغضروفية. بالنسبة للإكسترا سيلولار ماتريكس، قبل كل شيء خل يعني أنا نسيت الوظيفة مال الكوندروسايت، فهسه راح أقول لكم إنه هي produce and maintain the cartilage extracellular matrix، إنه هو مسؤول عن إفراز والتحكم بالكارتلج مال الإكستراسيلولار ماتريكس، أوكي؟ هاي بالنسبة للكوندروسايت، أوكي؟ الإكستراسيلولار ماتريكس composed mostly of type 2 collagen، أوكي؟ and يعني تحتوي على النوع الثاني من الكولاجين وغلايكو سيمينوغلايكان، اوكي ابير انه هو هذا نوع من انواع البروتينات، ابير هوموجينز جلاسي، اوكي هاي بالنسبة للمحتويات مالت الاكستراسيلر ماتريكس على شنو تحتوي. تحتوي على كولاجين وغلايكو مين امينو غلايكان وابير ان هوموجينز جلاسي، اوكي الوظيفة مالتها انه هي attract water that provide resilience and allow diffusion of metabolites throughout a vascular cartilage tissue، انه هذا راح ينطي او راح يسحب او يجذب الماء اللي راح يوفر الطبيعه الرطبه اللي راح تسمح بنقل او diffusion انتشار المواد او المواد اللي هي اللي يحتاجها الكارتليج، لان خلال يعني شلون اقول لكم، لان الكارتليج هو افاسكولار انه ما يحتوي على اوعي او لا وعائي، فثرو اوت خلال انسجه الكارتليج انسجه الغضروفيه اللاوعائيه، اوكي فالوظيفه مالته انه هي توفر وسط رطب لانتقال المواد للنسيج الغضروفي اللي هي بطبيعة يكون avascular لا وعائي، اوكي هاي بالنسبة للوظيفة function، اوكي هنا اكو location الهن، اوكي فاللوكيشن مال chondrocyte throughout cartilage inside lacuna، اوكي lacuna، اوكي انه هي هاي lacuna تحتوي بداخلها chondrocyte، اوكي بس يعني chondrocyte throughout cartilage extracellular matrix between chondrocyte، انه هي مادة يعني بين خلوية موجودة وين بالكوندروسايت اللي هي بالخلايا الغضروفية، يعني هي من اسمها extracellular matrix مادة غير مادة بين خلوية اللي هي خلايا هنا وخلية هنا وخلية هنا، راح يكون بيناتن اللي هي extracellular matrix مادة بين خلوية تشغلهم بين الخلايا، وبالداخل راح تكون الخلايا والground substance، يعني هي مكونات مال مال الجسم مال الكوندروسايت اللي هي الخلية الغضروفية ايا كان المكونات. بس الاكستراسيلولار ماتريكس انا ذكرتها بالمحاضرة السابقة، وهسه اقول لكم انه هي مادة بين خلوية، يعني والخلية بداخلها تحتوي على ground substance وتحتوي على الياف وخلايا fibers وسيل، اقصد على النسيج عفوا، اوكي نرجع على هذا السلايد اللي هو راح يتكلم عن الهيالين كارتلج، اوكي اللي هو تكمله مال هذاك. هنا أنا اول شيء بالنقطه الثالثه انه هو ايش قال، انه هو بيريكوندريوم. بيريكوندريوم هو هذا شنو هو بيريكوندريوم، هو يعني شيء من اسمه بيري يعني شيء يحيط بالكوندريوم اللي هو يحيط بالمادة الغضروفية، اوكي الوصف مالته انه هو دينس كونكتيف تيشو، انه هو كونكتيف تيشو كثيف يحتوي على كوندروبلاست اللي هي الياف شو اسمهن الياف غضروفية، ويحتوي على فايبروبلاست اروما ليفية، ويحتوي على بلود فيزلز اللي هي اوعية دموية. فالبريكوندريوم على شنو يحتوي؟ هذين الثلاث اشياء، اوكي
هنا الكوندروبلاست resemble fibrocyte تحتوي على خلايا ليفية أو يتواجد يعني يحتوي على خلايا ليفية. هنا يحتوي على fibroblast أروما ليفية وfibrocyte عفوا ما ذكرتها اللي هي كوندندرايت كتو سبيندل سيل تكون متفرعة حتى تكون مغزلية الشكل أو خلايا مغزلية ويحتوي على blood vessels. الفانكشن كصورة عامة مع البيريكوندريوم اللي هو مهم والدكتورة ركزت عليه هو surround راح يحيط ويسوي protect يحمي وينقل النيوترينت تو كارتلج انه راح ينقل المواد الغذائية للكارتلج. اوكي هسه راح تيجي سؤال يقول لك لماذا الهيالين كارتلج راح او عفوا اقصد البيريكوندريوم ليش ينقل مواد او المواد الغذائية للكارتلج؟ اوكي كله لانه يحتوي because it consists of blood vessels لأنه يحتوي على blood vessels. الكوندروبلاست الوظيفة مالتها different into chondrocytes إنه هي راح تتخصص أو راح تكون أو راح تتحول إلى خلايا غضروفية إنه هي كانت خلية ليفية ثم تخصصت أو تغيرت تكونت خلية يعني وظيفة مالتها تتغير صار خلية غضروفية. الفايبروبلاست والفايبروسايتس راح تنتج المادة بين خلوية extracellular matrix مع البيريكوندريوم. اوكي البلود فيزلز راح يسوي سبلاي للكارتلج وذا نيوترينت اند اوكسجين يعني هالشي معروف. البيريكوندريوم المكان مالته outside of the cartilage يعني خارج الغضروف. الكوندروبلاست الوظيفة مالته within pericardium usual اوكي سوري بيريكوندريوم اوكي بيريكوندريوم راح يسوي usually an layer closer to cartilage انه هو موجود قريب من الكارتلج اوكي بطبقات يعني. بالنسبه للفايبروبلاست فايبروسايت throughout pericardium يكون موجود يعني على كل البيريكارديوم ودائما يكون بطبقات خارجيه هنا لا هاي closer قريبه من الكارتلج من الغضروف نفسه. Blood vessels throughout pericardium يحتوي بجميع أنحاء البريكوندريوم. أوكي هنا بالنسبة للبريكوندريوم أوكي اللي لازم نعرفه أنه هو يعني قبل أن ننتقل للسلايد اللي بعده حتى تضبطونا أكثر أفهم أنه هو يحتوي على هاي الثلاث أشياء. أوكي اللي هو كوندروبلاست اللي راح تكون لنا اللي هي تحتوي على خلايا اللي راح تنطينا كوندروسايت اللي هي خلايا غضروفية. ألياف أو روما ليفية متفرعة اللي راح تعطينا الاكستراسيلولار ماتريكس مال البيريكوندريوم اوكي وبلود فيزلز راح تسوي لنا سبلاي اوكي وهاي موجوده بالكارتلج خارج الكارتلج اوكي هاي موجوده هذني كلها موجودات داخل البيريكوندريوم او يعني ضمنها. فخلنا نفهم مثل الكوندروبلاست موجوده within ويا البيريكوندريوم اي قريبه للكارتلج هذا موجود بالاوتسايد هذا يعني موجوده ويا وقريبه للكارتلج نفسه. اما هذا الثاني اللي هو فايبروبلاست اللي هو موجوده طبقه خارجيه مو قريب عليه مو قريب للكارتلج ولا ضمنه لا هذا يكون طبقه خارجيه وهذا موجود بجميع يعني بكل انحاء او بكل مكان بالبيريكوندريوم اللي هو البلود فيزلز. هاي بالنسبه للبيريكوندريوم اتمنى فهمتوا يعني. نجي هنا على الالاستيك كارتلج اللي هو يعني تقريبا نفس الكلام اللي اخذناه على الالاستيك كونكتيف تيشو بس هنا يختلف شوية انه هو يحتوي على كوندريوسايت خلايا غضروفية موجودة انه لكيونا اوكي اللي هي راح تسوي بروديوس اند مينتين اكستراسيلولار ماتريكس اوكي مادة بين خلوية اللوكيشن بالكارتلج موجودة. ثانيا يحتوي على اكستراسيلولار ماتريكس اللي هي الجسمه المادة بين خلوية اللي هي منين جاية إذا جاء سؤال اكستراسيلولار ماتريكس منين يتم افرازها يتم افرازها من الكوندروسايت اوكي تحتوي على abundant elastic fibers انه تحتوي على نسبة عالية من elastic fibers اوكي and hair like تشبه يعني تكون متفرعة تشبه الشعر تكون branched يعني متفرعة strained in various orientation انه هي تكون يعني شلون اقول لكم باتجاهات مختلفة اوكي بروفايد راح تعطيها فليكسيبيليتي وراح تعطيها الاستيسيتي راح تعطيها مرونه راح تعطيها جسمه فليكسيبيليتي يعني
شلون اقول لكم مدى او نسبة تحرك، يعني تقدر يعني الكارتليج عنده قدرة انه يتحمل الضغط والقوة ويميل، وهاي مو مثل العظم يكون صلب سوليد، انه العلب اوكي سوري اقصد العظم ما عنده قدرة العظم ما عنده قدرة انه شو اسمه انه نقدر نقول يميل او نقدر نطعجه وهيك يعني، بس الغضروف لا، انه هذا كله اللي مرونة الموجودة بالغضروف انه هو بسبب الالاستيك. اوكي نجي على النقطة الثالثة البريكوندريوم. اوكي اللي هو يكون دنس كونكتيف تيشو، يحتوي على برينكورديوم اللي هو راح يعطي بروتكت، راح يحمي وينقل الفاسكولار سبلاي تو كارتليج، تقريبا نفس الوظيفة اللي اخذناها فوق مال برينكوندريوم. اوكي هذا موجود كذلك ثرو اوت ذا كارتليج بتوين الكوندريوسايتس، يعني هي خلايا ومادة بين خلوية ومادة محيطة بالشسمة بالغضروف. هاي بالنسبة للخلايا الغضروفية، يعني هاي الخلايا وهاي مادة بين خلوية وهاي مادة محيطة بالغضروف وتفاصيلها، انه هاي تكون موجودة داخل اللاكيونا، وهاي موجودة تحتوي على نسبة عالية من الالاستيك فايبرز، والوصف مع الالاستيك فايبرز، والبريكاريوم تكون كثيف انه كونكتيف تيشو. هذا راح ينتج لنا اكسترا سيلر ماتريكس، وهذا راح يعطينا فلكسبيليتي والاستيكسيتي، وهذا راح يحمينا ويعطينا التروية او التغذية للكارتليج. اوكي يعني هذا نقدر نقول هو الجدار مع الكارتليج. اوكي وين موجودات؟ هذا موجود بالكارتليج، وهذا كذلك موجود بالكارتليج بس بين الخلايا، هذا يحيط بالسطح مع الكارتليج اوتر سيرفيس. انت بهاي الصورة افهمها، حتى هذني الفوق الهيالين، بالنسبة للهيالين يعني انت اعرف بالهيالين اكو كوندريوسايت واكو اكستراسيلر ماتريكس واكو بريكوندريوم. هنا انا تطرق لهذا ووصل وشرحت الدكتورة بالتفصيل، فما يحتاج تشرحها مرة ثانية لي جوا. اوكي انت اعرف لي انه بكل نوع من الكارتليج اكو خلايا غضروفية، اكو مادة بين خلوية، اكو خلايا تحيط بهم كلهم كمجموعة وتكون جدار غضروفي، ونجي احنا نتكلم ونوصف هذا الوصف. بالهيالين كارتليج كان اكو اشياء مختلفه قليلا، هنا لا همين يعني اكو اشياء بالوصف مختلفه، لان هو الاستيك اكيد يحتوي على الاستيك، اما هنا هيالين وين هذا هيالين الاكستراسيلر تحتوي على كولاجين تيب 2. اوكي فانت بهاي الطريقه تدرسها، ما تجي تحفظ لي جدول وتقعد تدرخ، لا هاي الشيء جدا يعني سيء، تقعد تدرخ ماده هي اصلا لازم تفهمها. فهنا خلصنا نقدر نقول الالاستيك فايبرز، نجي نشوف هنا هذا الفايبرو كارتليج اللي هو كارتليج الليفي غضروف ليفي. اوكي نكون فيرم وسوليد تيشو، نكون صلب وريسمبل دنس، وموجود يحتوي على كونكتيف تيشو كثيف، يحتوي على نرجع على نفس الاسطوانه، يحتوي على كوندريوسايت واكستراسيلر ماتريكس، بس ما يحتوي على هذا البريكوندريوم اللي يحيط، يعني يحتوي على خلايا وخليه بين او ماده بين خلويه. الوظيفة مالته العامة إنه هي provide structural support، راح يوفر ال اللي هي الجسم المساعدة الهيكلية. أوكي و rigidity اللي هي المتانة to resist، راح عمدي يقاوم الكمبريشن الضغط، أو إحنا نقدر نقول الضغط وال sharing force and absorb shock، إنه راح يشارك القوة ويمتص القوة المسلطة عليه. ها بالنسبة كفانكشن كصورة عامة يعني جنرال فانكشن مال فايبرو كارتليج. اوكي بس نجي على كوندريوسايت، انه هو موجود باللاكيونا، هذا شيء منتهين منه وذكرناه فوق بالالاستيك وذكرناه بالهيالين. هنا راح يسوي بروديوس اند مينتين، راح يفرز ويسوي مينتين اكستراسيلر ماتريكس نفس الفوق موجود يعني تكرر، وهنا راح يعطي بروفايد سترينث اند فلكسبيليتي نفس الشيء. اوكي الاكستراسيلر ماتريكس اللي هي راح تعطي بروديوس سترينث اند فلكسبيليتي، تحتوي على نسبه عاليه من الكولاجين فايبرز، هنا بس كولاجين فايبرز مو تيب 2. اوكي وتكون ثيك ولونج، انها طويله وثخينه وتكون متفرعه، عفوا تكون انه هي مثل الحبال او هيك ستريند. اوكي often is often in one orientation، اتجاه واحد مو بعدة اتجاهات، العدة اتجاهات هي الالاستيك.
إذا نجي هنا راح نشوف إنه الإكسترا سيلر ماتريكس مال الهيالين تحتوي على كولاجين تايب 2، الإلاستيك كارتليج يحتوي على إلاستيك فايبرز، وهنا الفايبرو كارتليج يحتوي على كولاجين فايبرز. أوكي هاي بالنسبة للوظيفة مالتهم ستراكشر، إنه تكررت هواية يعني هسه أنت كل شوية تتكرر أكيد راح تحفظها. موجودة بالبوبيك سينثيسيس والانالوسيس فايبروسيس اللي اخذناها بالانترفيرتبرال ديسك اللي هي وين بالتشريح ومين زيك. اوكي الكوندروسايت يعني مليار بالمية انه كوندروسايت وين تجي كلها ثرو اوت كارتليج، اما الاكسترسيلر بتوين او بتوين كوندروسايت بالكارتليج بتوين كوندروسايت، يعني هذا الحجم كله صار مكرر. اوكي هسه كلينيكال سيجنيفيكانس الانافلكسيز اوكي اللي هي ان اكوت انفلاماتوري اللي هي التهاب حاد او حساسيه، او هي عمليه تفاعل رياكشن انفولفنج يتضمن مالتيبل اورجانز از ذا ريزولوت اوف ماست سيل اند بيزوفيل ديجرانوليشن از ريسبونس تو ان الارجن اكسبوجر. اوكي هنا انه دا يقول انه هي عمليه يعني التهاب حاد او يعني او 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 عملية رياكشن تفاعل تفاعل بعض الاعضاء تمام اللي هي اللي تحتوي على مثل الماست سيل والبيزوفيل اللي هن يحتوون على يكون محببات او يحتوون على حبيبات اللي هي جرانيليشن. اوكي العملية شن هي العملية؟ هي عملية ريسبونس انه هي استجابة للالرجين اكسبوجر تفاقم حساسية إنه حساسية ضد أدراج أو ضد فود معين أو أكل معين، فهي عملية استقبال له، فمرة تستقبل إنه هاي الحساسية راح تصير أكيوت إنفلامنتشوري راح تصير عملية التهاب حاد يعني أو تفاعل هذا الأورجن اللي يحتوي على ماست سيل والبيزوفيل. أنا حسب اللي فهمته من الدكتور إنه هي إنه الحبيبات الموجودة بهذني الأنواع من الخليتين أو الخلايا النوعين هذني هذا الخلايا بكل بساطة تحتوي على حبيبات، هاي الحبيبات اللي راح يصير بيها انه يعني راح تتفاعل مع الالرج اوكي او هاي الحساسية من هاي المادة اللي هي مثلا نوع من انواع الدروغز. اوكي ريزولوتينج هذا راح يسبب اير ايديميا اوكي انه ضيق بالتنفس او برونكوس بامز اوكي اللي هي تشنجات بالقصبات الهوائية والفازوديليشن والانكريز بالفاسكولار بيرميبيليتي انه عملية النفاذية مال الأوعية الدموية. هاي بالنسبة للبداية انه انت تعرف اول شيء شنو سببه اوكي تمام هذا يعني انه هو شنو مسبب هاي الحالة وتعرف انه هذا راح يليد او شنو ريزولوت راح يسوي شنو راح يسوي هذين الاشياء انه هي عمليه ضيق بالتنفس والتضيق الاوعيه الدمويه عفوا تضيق او تشنجات بالقصبات قصبات الهوائيه والانكريز بالفاسكولار برميبيليتي او بالجسم بالنفاذيه او التبادل مال الاوعيه تمام وهذا راح يكون فيتشر تو ذا patient راح يكون خطر للمريض اذا ما يعني تلاحق نفسه واخذ انجكشن حقنه او ابره عم تقلل من هاي الظاهره اوكي او اذا ما راح للمستشفى. بس هو بالطوارئ emergency اوكي يعني هاي لازم تعرفها انت انه هي فيتشر اوكي انه بس بالنسبه للطوارئ ايش راح يسوون اذا اجى هذا الشخص، هاي اشوفها مهمه انه يسوي administration of epinephrine اوكي راح يسيطرون على الادرينالين او زياده بالادرينالين حتى يتحكمون بالبلد بريشر ضغط الدم and antagonize the inflammatory mediator اوكي انه ايش راح يصير انه راح يضربونه مضاد اوكي هذا المضاد راح يقاوم التفاقم او الحساسيه اللي صارت اوكي هاي بالنسبه للامرجنسي انه
يسيطرون على الأدرينالين مالته، حتى يسيطرون على الضغط مالته. من خلال شنو؟ من خلال مضاد او مقاوم او شيء او ابره راح تقاوم الانفلاماتوري ميدياتور. اوكي، هاي بالنسبه للانافلكسس. اوكي، يعني تعرف لي اعرف انه هي شنو هو و الريزولوتنج ايش راح تسبب، و البيشنت اذا ما اخذ او ما تلاحق نفسه ايش راح يصير بي، وبالنسبه للامرجنسي. اوكي، يعني بس بالنسبة للأنافلكسيز. الكلينيكال سيجنيفيكانت الثانية اللي هي سكيرفي، انه هو فيتامين سي ديفيشنسي. اوكي، that result in impaired collagen formation negatively affecting in connective tissue and organs with high collagen content, thus weakening bone, skin and oral mucus. اوكي، انه هذا نقص بالفيتامين سي او ديفيشنسي، انه قلت كفاءه الفيتامين سي، هذا راح ياثر على انه عمليه تكوين الكولاجين. اوكي، عمل يعني اثر عليها بصوره سلبيه نيجاتيفلي. اوكي، هذا راح ياثر على الكونكتيف تيشو، نسيج الضام مال شنو، مال الاعضاء اللي تحتوي على نسبه عاليه من الكولاجين. اوكي، organ with high collagen content. اوكي، اللي هي thus weakening، هذا راح يسبب ضعف بالبونز بالعظام والسكين الجلد والاورال ميوكوس. اوكي، اورال يعني فك او فم، يعني البطانه مع الفم. اوكي، هاي بالنسبه للكلينيكال سيجنيفيكانس. هنا نكون خلصنا احنا ملزمه البارت الثاني او الملزمه الرابعه من الكونكتيف تيشو. اوكي، وشكرا لكم.